السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طنجره معمر بطريقه مختلفه، كتجي بنينه وزوينه في المنظر. كذلك يمكن لنا نحضروا هاد الوصفه حتى في وجبه العشاء. مكوناتها سهلين وما كتاخذش لنا وقت. الان تابعوا معايا المراحل، خليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هنا عندي كيلو ديال الدنجان، بعد ما غسلته ونقيته نقيت له هذاك الراس ديالو ولا شابو، حيت له ديك الكحوليه اللي كتكون فيه يعني ضروري خصو يتنقى، وضروري انكم ما تحيدوهاش لان كتجي زوينه حتى في الديكور في المنظر. يعني اللحظه اللي غادي تدريسي هذا الدنجان كيجي زوين بهذاك الشابو اللي تيكون فيه بحال هكا. المهم من بعد غادي نقسموه على جوج. كيف ما كتشوفوا معايا انا في الاول كنت بديت كنقطع فيه غير في يدي، من بعد جبت قطاعه وبديت كنقطع، لان من احسن انكم تقطعوا على قطاعه هكا احسن باش تفادوا وما تقيسوش يديكم لا قدر الله. من بعد هنا غادي ناخذ سكين وغادي نفلح الدنجان، يعني غنفلحو عندي خطوط على اليمين وخطوط على اليسار بحال كيف ما كتشوفوا. يعني اللحظه اللي غندخل الفران الدنجان يطيب لي من الداخل، يعني حتى الصهد ولا الحراره تدخل الدنجان يعني الداخل ديالو. المهم غنبقى مستمره حتى نسالي الدنجان اللي عندي، ومن بعد نوريكم المراحل الاخرى. انا يعني بعد ما ساليت الدنجان خديت الطاوله اللي كتدخل الفرن بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت وستفت فيها الدنجان. هنا غادي ناخذ زلافه اللي وضعت فيها القياس ديال زيت الزيتون، تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الزعتر يابس مع نص معلقه صغيره ديال الملحه مع راس معلقه صغيره ديال الابزار مع واحد طرس ديال الثومه محكوك. غادي نخلط هاد الصلصه مزيان، من بعد غادي ندهن بها الوجه ديال الدنجان بحال كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد غندخلها الفران. دائما الفران كيف ما كنقول لكم غادي تشعلو على 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 حراره ولا على عافيه متوسطه. هذا بالنسبه للفران ديال الكاز، اما بالنسبه للفران ديال الضو غادي تشعلو على درجه حراره ما بين 180 حتى 200 درجه. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ مقلاه وغادي نوضع فيها القياس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف الفلفله الوان. هنا عندي الصفر والخضر والاحمر كيف ما كتشوفوا، فلفله عندي مقطعه مربعات صغار. غادي نخلط مزيان. بالنسبه للفلفله اللي ما عنده هاد الالوان، يعني اللي ما كتوفرش عنده الالوان كاملين، يقدر يدير غير واحد، يعني يدير غير وحده فيهم يا خضراء يا حمراء، ولا يدير غير جوج يا خضراء يا حمراء ولا صفراء وخضراء. المهم كنقول لكم شنو غديروا، المهم اللي متوفر عندكم ديروا صافي. المهم هنا كيف كتشوفوا غادي نخلط حتى تشحر لي هاد الفلفله مزيان. هنا ضفت عليها قياس الملحه، دائما كيف ما تقول لكم الملحه عينكم ميزانكم، وكذلك البزار. هنا يعني في نفس المقلات غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون ومع واحد طرس ديال الثومه محكوك، وغادي نضيف عليها بصله حتى هي مقطعه مربعات صغار، وغادي نشحر هذه البصيله ديالي مزيان. هنا من بعد ما تشحرات غادي نضيف عليها القياس ديال الملحه وشويه ديال البزار. دائما الملحه كنقول لكم عينكم ميزانكم. غادي نخلط مزيان هاد البصيله ديالي تشحرات، من بعد غادي نضيف عليها كفته. تقريبا هنا عندي 200 غرام ديال الكفته. غادي نخلط مزيان وغادي نخليها تشحر، من بعد غادي نضيف عليها هذيك الفلفله اللي شحرت يعني من قبل، وغادي نخلط مزيان يعني هاد الفلفله مع الكفته، ومن بعد غادي نضيف عليهم الربيع وشويه ديال الزعتر يابس، ودائما مع التحرك المستمر. هنا غادي ناخذ كاسرول غادي ندير فيها جوج معالق كبار ديال الزبده. هنا غادي نصاوب بيشاميل كيف ما قلت لكم، جوج معالق كبار ديال الزبده غادي نخليها تذوب. من بعد غادي نضيف عليها الدقيق تقريبا جوج معالق حتى ثلاث معالق، حيت هنا المعالق كبار ديال الزبده تقريبا كانوا عامرين بزاف، يعني غتكون شي 3 معالق اللي درت. هنا غادي نبقى نضيف الدقيق حتى نحصل على الرو اللي بغيت بحال هكا كيف ما كتشوفوا. يعني انا بعجله غنصاوب معكم هاد البيشاميل، ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو خاص يعني كيفاش تحضروا هاد صلصه البيشاميل.
هنا غادي نضيف على صلصه البيشاميل رص معلقه صغيره ديال البزار وكذلك الملحه والجوزه، يعني غير القياس عندكم ميزانكم. هنا بعد ما وجدت لي صلصه البيشاميل غادي نضيفها على داك الخليط اللي كنت حضرت في الاول، يعني ديال الكفته والفلفله. غادي نخلط هاد الخليط ديالي مزيان. هنا من بعد ما خرجت نجا من الفران خديت معلقه صغيره وحاولت اني نضغط عليه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معي الان. هنا غادي نجيب هذيك الحشوه ديال الكفته والفلفله وغادي نحاول نعمر بها هذا الدجاج على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. وفي الاخير غادي يجي فرماج حمر محكوك وغادي نوضعو على الدنجان على هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد فاش غادي نسالي غادي نجيب شويه ديال الزعتر وغادي نرشو عليه من الفوق، ومن بعد غادي ندخلو الفرن على درجه متوسطه يعني لحظه اللي تحمر ليها هذا الدنجان ولا يتكراتينا، ومن بعد باش نوري لكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج معمر ومكراتيني لحقو طريقو كيف ما كتشوفوا معايا. ما شهيتكم فيهم واحد الريحه طالعه منهم يا البنات، صراحه بنينه ولذيذه وكتشهي. كيف ما شفتوا معايا يعني راه ساهلين انا نحضروا هاد الدجاج معمر، يعني كيف ما شفتوا في الفيديو يعني ما كياخذش وقت، وحتى بالنسبه للمكونات ساهلين بزاف. المهم كما العاده وصلنا نهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.